المهم راح استخدم معاكم بلك اوفرا الجديد هذا. طبعا انا مو حاطه لا بلشر ولا هايلايتر فبحطه وياكم. طبعا تبطلونه هذيل اللونين بس موجودين هني بالباليت. غير كذي هذا المفروض كان سعره 70 دينار، يعني اذا بتشترين كل واحد بروح يكون 70 دينار، بس اوفرا مسوينه حق بوتيكات، هذا كله يكون 19.5. اوكي في هني لون البنانه، راح اخذ هذه الفرشه بس شيء بسيط، هذا ينور المنطقه. طبعا هو هني حاطي لكم بلشرين اكثر شيء يعني بس سلر، يا وردي يا هذا الجاي على اورنج. انت بتشوفين الاورنج بس لما يحط وايد برونز وايد حلو، امس كنت حطيتها. شيء ثاني او شيء تحددي لون الحمر، يعني انا حطيت شويه حطيت نود يعني لوني لكل مره. راح اخذ هذه الفرشه، هذه فرشه وعد، فرش وعد خيال، بوريكم قوه البلشر. شوفوا لا فلتر ولا شيء، بوريكم بس لونه فظيع ويتم طول اليوم صراحه. الحين خلصنا، الحين بحط الهايلايتر. بحط هذا اللون وايد حلو. بعدين الفرشة اللي حطينا فيها البلاشر ادمجوا مع بعض عشان لا يصير وايد كذي، بس كذي عشان لما تتحركين تتحرك معاك. اوكي كذي احنا خلصنا، وايد حلو البلت بنات صدق، يعني البلاشر اللي فيه حلو،